فاكر انت نوعيه الماتشات اللي كنا بنتكلم فيها بتاع ماتشات تكسب ولا تلعب؟ هي دي الماتشات اللي تكسب ولا تلعب بجد، هي دي الماتشات اللي السيناريو بتاعها بيجبرك انك تكسبها وما تلعبهاش. ده اللي حصل مع وليد الركراكي مدير الفني للوداد المغربي، اللي الراجل بيسمي ولسه هيقعد على الكرسي بتاعه، هوبا لا جلال الدودي اتطرد. اه والله لا جلال الدودي خد انذار، الفار قال لك لا فيها طرد. بسم الله ما شاء الله، انا كده مجبر ان انا ادافع، وش انا كده لازم ادافع. يعني الراجل بيلعب 4 4 2، والراجل للامانه من اكتر المدربين المغاربه اللي انا معجب بيهم. الراجل عامل منظومه محترمه في فرقه الوداد المغربي، الراجل عامل شغل محترم جدا، بدليل ان الفرقه كل واحد فيهم عارف مركزه، الفرقه كل واحد فيها عارف كويس قوي هو بيعمل ايه. مفيش حاجه اسمها هنشتغل بس شغل تضييع وقت وهنشتغل ان احنا نودي المباراه لحته ان احنا نطلع فرقه شباب بلوزداد عن اعصابها والكلام ده. الكلام ده كان موجود بس كان حنين شويه. فرقة شباب بلوزداد لو شفت الاحصائيات بتاعته هتحس ان الفرقه دي حرام الكره تديها ظهرها النهارده. 23 اجمالي التسديدات، منهم 5 تسديدات على المرمى، 11 تصويبه خارج المرمى، 7 تصويبات تم ايقافها. الناحيه الثانيه فرقه الوداد 5 تسديدات، منهم تسديدتين على المرمى، منهم 2 خارج المرمى وواحده ايقاف تسديد. بسم الله ما شاء الله. الاحصائيات بتقول ان كان في اتساع غير الاستحواذ، الاستحواذ 75% ل 25% لفرقه الوداد. مباراه تكسب ولا تلعب بجد ولا احنا جايين نهرج؟ بس للامانه برضو كان في فكره شغاله، وهي فكره ان احنا هنحاول نلعب عرضيات لمبانزا. مبانزا ده اللي انا اتكلمت عليه في ماتش الزمالك، اللي هو بسم الله ما شاء الله فيرود افريقيا افريقي بجد، ده فيرود زي ما الكتاب ما بيقول، قوه بدنيه، عنده شويه مهارات، حاسم في منطقه الجزاء. مبونز ده شغال الله ينور، بسم الله ما شاء الله. الكره الوحيده اللي اتلعبت له عرضيه من ايوب العلمود، الراجل حطها في اول دقيقه في الشوط الثاني. احمد الطيب لسه بيسمي، الراجل راح حطها في المرمى على طول. طب هنعمل ايه بعد كده؟ نرجع يا باشا ندافع، هنرجع ندافع، احنا مش سجلنا وربنا كرمنا، خلاص نرجع ندافع بقى، هنرجع ندافع وناخد المباراه ومش مهم الاداء الجميل، اهم حاجه ان احنا نعرف نقف في الملعب كويس، اهم حاجه فرص الفرق المنافسه ما تكونش كتير. بس هل فرص الفرق المنافسه ما كانتش كتير؟ لا، هو الامانه شباب بلوزداد ضيع كتير للامانه، يعني شباب بلوزداد في الوقت الضايع مضيع جونين وش، يعني جونين. حتى احمد رضا جنوتي كان بيبص على الكره طالعه لبره، اللي هي بسم الله ما شاء الله الكره مش عاطيه البال في شباب بلوزداد، بس ده الكره حالفه ان هي ما تخش. بس برضه للامانه فرقه الوداد سيناريو المباراه هو الاكبر من انهم يعملوا كده. يعني ما اعتقدش ان الوداد وليد الركراكي كان رايح عايز يعمل جيم دفاعي قدام فرقه محترمه جدا زي شباب بلوزداد، بس للاسف الشديد الطرد بتاع جلال داوودي اجبره ان هو يعمل جيم دفاعي. هل الاجبار على الجيم الدفاعي ده ضره في حاجه؟ لا بالعكس، طلع كسبان 1-0. احييك احييك انك عرفت تطلع مكسب مباراه، دي مش اقل الاضرار، ده اجمل الاضرار، اللي هو انت طالع خسران، طالع خسران لعيب زي جلال الدودي بس طلع كسبان 1-0. شغل فاخر من الاخر. الناحيه الثانيه فرقه شباب بلوزداد عملت كل حاجه في الكوره الا ان هي تحط الكوره في الشبكه بس. كوره النهارده ظلمت شباب بلوزداد، والله وارد جدا، وارد ان الكوره تكون عطت البال في شباب بلوزداد وظلمتهم. بس هرجع تاني وتالت ورابع اقول لك ان احمد رضا تجنوتي عمل مباراه مميزه جدا جدا. الراجل عامل 3 تصديات في منطقه الجزاء، بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليه والله، اللي هو يوم لا ينسى في تاريخ حراسه المرمى المغربيه. انا سجلت مباراه الاهلي والرجاء نجم المباراه، والنهارده في مباراه الوداد شباب بلوزداد نجم اللقاء الاول حارس المرمى احمد رضا تجنوتي. الف مليار مبروك مبروك لجمهور الوداد. حلوه مبروك دي، بس هتمشي خالص. المهم ان فرقه الوداد عرفت تكسب المباراه، وتوقعاتي حتى الان ماشيه كلها زي ما توقعت، ولو ان الترجي فاجئني شويه بالتوقعات بتاعتي، بس توقعت الاهلي وتوقعت توقعت الوداد. تخيل توقعت الوداد، بس عادي مش مهم بقى، لو انت مشجع شباب بلوزداد فمش مهم التوقعات، انا اساسا بومه وفقري ما بلشاش في اي توقع، ما جاتش على التوقع، اعتبره مبدا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو هذا رايك ويحترم.